لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، في بداية هذا اللقاء الطيب أسأل الله تعالى أن يبارك في الحاضرين وأن ينفع بهم وأن يفتح بهم وأن يرفعهم فوق كثير من خلقه. وهذا اللقاء الأول وقد اخترت له رسالة يعني مهمة، وإن كانت يعني غير مشهورة عند الإخوة لأنها طبعت طبعة واحدة، ولكن الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية وكثرة الشبهات وكثرة الشهوات نحتاج يعني إلى أن نعرف يعني أهمية العقيدة، ونعرف الاتجاهات الواردة لنا يعني من بلاد الكفر، ولا يأتي من بلاد الكفر إلا الكفر كالعلمانية والليبرالية والإلحاد. فنتكلم عن العقيدة الصحيحة في مواجهة تحديات العلمانية والليبرالية، ونرد على الذين يزعمون يعني أنهم مسلمون ليبراليون أو مسلمون علمانيون، فنقول يعني اختر يعني أحدهما فلا يمكن أن تكون مسلم علماني أو مسلم ليبرالي، لأن العلمانية هي نبذ الدين أو اللادينية أو الدنيوية أو الحياة بعيدا عن الدين. وإنما لجأت أوروبا إلى العلمانية بعد سلط الكنيسة يعني في أوروبا، فقالوا المقالة المشهورة اقتلوا يعني آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، وتخلصوا يعني من يعني الدين لأنه كان عبء يعني عليهم، وكانت كنيسة تحرق العلماء، فهم يقيسون يعني الإسلام على هذه الأديان المحرفة. ولكن الأمر عندنا يعني في بلدنا يختلف تماما، والإسلام يختلف تماما عن هذه الأديان المحرفة. كذلك يعني بعض الناس يظن أن الإنسان يمكن أن يكون نصراني ويدخل الجنة أو يهودي ويدخل الجنة، ويقولون المقالة العامية المشهورة كل على دينه الله يعينه، ولا يعتقد كثير منهم أن الإسلام يعني نسخ الشرائع السابقة، ولا يقبل الله عز وجل إلا الإسلام، كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. فنقول إن الرد على هذه الشبهات وخاصة من إخوة الدعاة والذين يعني يتحركون بدعوة في المساجد، ينبغي عليهم أن يتسلحوا أمام هذه الأفكار الكفرية الواردة زي العلمانية والليبرالية. طبعا الليبرالية تطوير للعلمانية، العلمانية هي نبذ الدين، والليبرالية هي نبذ الدين والعرف والأخلاق والقيم والعادات والتقاليد، كما يقولون هي منع المانع، يعني ما فيش أي شيء يعني يحول بين الإنسان وبين ما تهواه نفسه. ولئن عجز الليبراليون عن تعريف الليبرالية فقد عرف الله عز وجل في آية فقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فنقول هذه الليبرالية يعني هي عباية الهوى، يعني هو شرعه الإنسان لنفسه، ويستلزم ذلك يعني نبذ الشريعة الإسلامية واستحلال يعني ما حرم الله عز وجل وغير ذلك من الكفريات التي سوف نشير إليها في نهاية هذه الرسالة. هنحاول نحن نمر على رسالة كاملة، لن أقرأ كل كلمة في الرسالة، ولكن نحاول أن نعرف الخلاصة من هذه الرسالة.
لأن أول ثبات أمام الأعداء هو الثبات على العقيدة. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فالثبات على العقيدة هو أول ثبات، يعني قبل الثبات أمام العدو لابد أن نثبت على العقيدة الصحيحة. فالكفار يحاولون تشكيك المسلمين في دينهم، أو بيان أن الإسلام زي البوذية وزي القديانية والبهائية وزي الأديان المحرفة اليهودية والنصرانية، وكلها أديان ولابد من قبول الآخر، وطبعا غير اسم الكافر للآخر بحيث إيه تقبله. فسوف نبين بإذن الله تعالى أهمية العقيدة الصحيحة ومضادة هذه الأفكار الكفرية الواردة من بلاد الكفر للعقيدة الإسلامية الصحيحة. فإما أن تكون مسلم تتعزز بدينك كما قال عز وجل: وإن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما قالش أنا يا ليبرالي ولا علماني ولا ملحد، بل يقول إنني من المسلمين، تعزز بإسلامه. كما كان سلمان يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وكما قال بعضهم: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب أو النسيب أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. نزل فيه قوله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. أما سلمان لم يكن يعني عربيا فضلا أن يكون قرشيا أو من القبائل المعروفة عند العرب، ومع ذلك ارتفع بالإسلام. فالنسب الإسلام يعني شرف يعني عظيم. فالذي يعني يحاول أن يعني ينتسب إلى أي فكر من هذه الأفكار الواردة من بلاد الكفر يدل على خلل في العقيدة، ولا يمكن أن يجتمع له الإسلام مع العلمانية أو الليبرالية أو الإلحاد. فهذه رسالة أردت بها الدعوة إلى بيان أهمية العقيدة الصحيحة، ونحن في زمان يحاول فيه العلمانيون والليبراليون تمييع العقيدة الإسلامية وتشكيك المسلمين في دينهم، وأن يعتقد الناس خلاف ما نطق به الكتاب العزيز من كفر اليهود والنصارى، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. آية محكمة ظاهرة لا تحتمل التأويل، وأن اسم الكفر ينطبق على أهل الكتاب كما ينطبق على المشركين من عبث الأوثان، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يجمعهم اسم الإيه؟ الكفر. أهل الكتاب والمشركين هم عبث الأوثان، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. كما يحاول العلمانيون والليبراليون أن يكون الولاء بحسب العرق والجنس، عايزين المصري يحب المصري والسوري يحب السوري والعراقي يحب العراقي، أو العربي يحب العربي والكردي يحب الكردي والتركي يحب التركي، ولكن الولاء عندنا على العقيدة وليس على العرق ولا على البلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. فأخوك المسلم لو كان من الروهينجا أو الكرد أو الأتراك، مسلم أخو المسلم، لا يسلمه لا يظلمه ولا يسلمه ولا يغذله. فهم يحاولون تمييع الولاء للعقيدة بحيث أنك تحب من هو من بلدك سواء كان مسلم أو يهودي أو نصراني، ويكون الولاء على الأرض أو على الجنس أو على العرق. والله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. والليبرالية قائمة على تشكيك المسلمين بدينهم الحق، فيتدعو إلى قبول الآخر هو الكافر، وتبث في المسلمين أنهم ينبغي عليهم أن يعتقدوا أنهم على صواب يحتمل الخطأ. طبعا يعني العقيدة جزم، يعني لا تحتمل الشك. لو اعتقدت أنك على صواب يحتمل الخطأ والكافر على خطأ يحتمل الصواب، فهذا كفر، لأن العقيدة جزم لا تحتمل الشك. كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشركوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى
بهما عبد لا يشاك فيهما لا يلقى الله بهما عبد لا يشاك فيهما إلا دخل الجنة. فلابد من الجزم. كذا اعتقاد أن النصارى لو عملوا بدينهم فإنهم كذلك يدخلون الجنة، جهلا منهم بأن الإسلام نسخ ما قبله من الشرائع، وقد قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، كما صرحت إحدى المذيعات بعد وفاة شنودة بأنه مات وهو مستمسك بالعروة الوثقى، فسمعناش أنه أسلم مثلا أو أنه، وهي طبعا تجهل ما هي العروة الوثقى، هي شهادة لا إله إلا الله، فعلا هو مات وهو مستمسك بالشهادتين. فهذا يعني يدل على مدى جهل المسلمين بدينهم ومدى تميع العقيدة عند هؤلاء الإعلاميين، وهذا ما يحاول أعداء الإسلام تجهيل المسلمين بدينهم حتى يتلقوا الأفكار الغربية الكافرة، ويريدون أن يكون الإسلام كالبوذية والبهائية والقديانية واليهودية والنصرانية، حتى يسمع بعد ذلك هدم الإسلام وإبعاده عن الحياة كما فعلوا في الغرب الكافر من إبعاد الدين عن الدولة. فالعلمانية هي اللادينية أو الدنيوية أو الحياة بعيدا عن الدين. فأول ثبات هو الثبات على العقيدة، والوظيفة الأولى للدعاء إلى الله عز وجل هي المحافظة على العقيدة الصحيحة، ده خط الدفاع الأول، المحافظة على عقيدة الناس، عقيدة صحيحة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي وظيفة يعني أهل السنة والجماعة أو السلفيين. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الغرباء قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء، حديث في صحيح مسلم مشهور يعني. ففي بعض الروايات غير الصحيح قيل ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية قال فرار بدينهم من الفتن، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي، وفي رواية قال الناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصهم أكثر ممن يطيعون. فالوظيفة الأولى هي المحافظة على العقيدة الصحيحة، والوظيفة الثانية هي يعني تعبيد الناس لله عز وجل وتطبيعهم لله عز وجل. فإن لم نتمكن يعني من تطبيق الشرع فنعود إلى خط الدفاع الأول وهو حراسة العقيدة والثبات يعني عليها. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه وأن يعزنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يأذن لدينه أن يقود ولكتابه أن يسود. طبعا يجب تعلم العقيدة الصحيحة، قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليعرفون. وعلم العقيدة لا مجال الاجتهاد فيه كما فعلت المعتزلة الذين يحكمون على الله عز وجل بآرائهم وأهوائهم فينفون عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن هذا لا يليق بالله أو هذا يستحيل على الله، وكأنهم أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل أو أعلم بالله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم أنتم أعلم أم الله. لما كانت العقيدة وعلم التوحيد أول واجب على المكلف، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يبدأ في الدعوة بالعقيدة، فإذا هم أطاعوا الله فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وما أتى التوحيد مع مجموعة من الأوامر إلا كان الأمر بالتوحيد أول الأوامر، وما أتى النهي عن الشرك مع مجموعة من النواهي إلا كان النهي عن الشرك أول النواهي، هذا يدل على خطر التوحيد. بعض الناس يظن أنه لا يعذب على جهله بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من الجهل، لأنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان يسأل في قبره من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه العقيدة يعني يسأل عن عقيدته،
فإذا كان دارس العقيدة يقول ربي الله دين الإسلام، وإذا لم يكن يعني دارس العقيدة يقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فالذي لم يتعرف على ربه الجليل عز وجل يقول لا أدري، فتضربه الملائكة وتقول لا دريت ولا تليت. فواجب تعلم العقيدة، هذا أول واجب. قال شيخ الإسلام قال خليدي في معرفة الله عز وجل، وهي أول الفروض وهي أول فرض، ولا يسع المسلم جهله ولا تنفعه الطاعة وإن أتى بجميع طاعة أهل الدنيا ما لم تكن معرفته ما لم تكن معرفة وتقوى. فالمسلم إذا نظر في مخلوقات الله عز وجل وما خلق من عجائبه مثل دوران الليل والنهار والشمس والقمر، وتفكر في نفسه وفي مبدأه ومنتهى، تزيد معرفته بذلك. قال الله تعالى في أنفسكم أفلا تبصرون، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه. لكن هذا الحديث موضوع يعني لا أصل له. قال الشيخ القاري في موضوعاته على ابن تيمية موضوع، والله أعلم، يعني من عرف نفسه عرف ربه. لا، هو عرفنا الله عز وجل بالله عز وجل، ولكن التفكر في المخلوقات يزيد معرفتنا بالله عز وجل. لسنا نقول إن الله تعالى يعرف بالمخلوقات، بل المخلوقات كلها تعرف بالله عز وجل، لكن معرفته تؤيد بالنظر في مخلوقاته. سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن رجل يقول عرفت الله بالعقل والإلهام، فقال هو مبتدع، عرفنا كل شيء بالله عز وجل. وسئل ذنون المصري بماذا عرفت ربك، قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وقال عبد الله بن رواحة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فكان هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، فدل على صحة قول علمائنا إن الله عز وجل يعرف بالله، والأشياء كلها تعرف بالله عز وجل. وقد روي عن ابن عباس أنه قيل له بماذا عرفت ربك، فقال من طلب دينه بالقياس لم يزل ظهره في التباس، ضاعنا يعني مرتحلا في الاعوجاج، زائغا عن المنهاج. أعرفه بما عرف به نفسه، وأصفه بما وصف به نفسه. فعرفنا الله جل بالله عز وجل، ولكن التفكر في المخلوقات يزيد الإيمان والمعرفة. مما يدل على شرف علم التوحيد كذلك أولا أن علم التوحيد هو العلم بأن الله واحد وما يليق به من الأسماء والصفات، ويدخل في علم التوحيد أو العقيدة الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. كذلك انضاف لعلم التوحيد العلم بالفرق التي زاغت عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك الشبهات التي تثار على الإسلام على مر العصور وكر الظهور، الرد على العلمانية والليبرالية والإلحاد، كل هذا ينضم إلى علم التوحيد. أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد أن عرفهم الله عز وجل بنفسه، نعمة الإيمان، كما قال تعالى في صدر سورة النحل التي تسمى سورة النعم ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فكانت أول نعمة تمنى الله عز وجل بها أنه ينزل الملائكة أو ينزل الروح اللي هو جبريل يعني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الناس بالله عز وجل، وحتى يصلوا بذلك إلى تقوى الله عز وجل. فكلمة التوحيد هي العروة الوثقى التي قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
وهي العهد الذي قال الله جل لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهي الحسنى التي قال الله جل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني الجنة. هي كلمة الحق التي قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهي كلمة التقوى التي قال عز وجل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل بقوله ثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهي الكلمة الطيبة التي قال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء، وهي الحسنة التي قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها وهي سبب النجاة، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، وهي سبب دخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، وهي أثقل شيء في الميزان كما في حديث البطاقة، وهي أعلى شعب الإيمان أعلاها قول لا إله إلا الله، وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. مما يدل على شرف التوحيد كذلك أنه ما جاء الأمر بالتوحيد في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا كان الأمر بالتوحيد أول الأوامر، كما قال تعالى وخذ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأيضا ما أتى الشرك مع مجموعة نواهي إلا كان النهي عن الشرك أول النواهي، قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والحديث معاذ إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. مما يدل على شرف التوحيد كذلك أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وهي تشتمل على توحيد الأسماء والصفات، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهي في صفة الرب عز وجل. قال النيسابوري وردت الأخبار الكثيرة بفضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن، فاستنبط العلماء لذلك وجها مناسبا هو أن القرآن مع غزارة فوائده اشتمل على ثلاثة معان فقط، هي معرفة ذات الله عز وجل ومعرفة أفعاله وسننه في عباده، يعني معرفة الله عز وجل ومعرفة أفعال الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.